السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم سلوى الرانتا والطرز. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الملاقية اللي تجيب جوج ديال العوينات على شكل ديال الفراشة مزوقة. غادي نخدمها معكم مع تحت نص طوق ديال الالوان. فعلى بركة الله غنبداو. صافي غادي ناخد خيط ثلاثة ديال الشعرات. دائما كنثبت الخيط في الثوب، كنمشي كندير واحد العوينة في الطرف ديال الثوب وكتكون لي واحد العوينة هي اللي غندير فيها بناء ديال الغراس. غندير جوج عوينات. صافي غادي نرجع في هاد العوينه، هانتوما ها واحد ها جوج. صافي غنجر هاد الخدمه هادي عدي وغادي نجرها للثوب. صافي غنهز هاد العوينه حتى هي ونقربها للثوب باش كنقاد الخدمه عندي بحال الفوق بحال التحت. صافي كنهبط مع هاد جوج عوينات، كنشد في الثوب، كنطلع تاني مع هاد جوج عوينات. يعني البداية ديال هاد الخدمة هادي راه كتكون راندة حصيرة، يعني غير بجوج ديال العوينات كنبقاو طالعين بجوج ديال العوينات وكننزلو تاني بجوج ديال العوينات. يعني كنطلعو وكننزلو بجوج ديال العوينات. هي كما كنقول ليكم فاش كنكونو نخدمو راندة مسرحة حصيرة كنهزو الخيط كامل باش كتجينا الراندة ديالنا صافية، ما كيجيش فيها داك الخيط مهزوز غير النص. كنزيرو الضربة باش كتجينا الخدمة ديالنا متقونة. صافي وكنبقاو غادين. وبالنسبة لهاد الملاقية هادي اللي غادي نخدم تحت الفي، راه غادي نخدمها باللون ديال التوب وغنزوقها باللون اللي غادي ندخل في التوق. وهاد الملاقي هادي راه كتجي ساهله، يعني دغه تطلع، يعني طلعها هي في الخدمه ديالها. المهم انايا هاد البدايه هادي راه غادي نحتاج ليها 6 ديال الاسطر. انا غادي نوريكم كيفاش غادي نحسبهم. ها انتم 1 2 3 4 5، يعني باقي ليا سطر. غادي نطلع مع هاد السطر هذا، غادي نخدم العوينه الاولى والعوينه الثانيه ونشد في الثوب ونهبط. واحد ها جوج، هانتوما غنحسب 1 2 3 4 5 6. وبالنسبه لهاد العوينه ما كنحسبهاش لان راه غير كنثبت فيها الخيط. هانتوما لاحظوا واش غادي ندير. هانتوما غادي نبعد تقريبا بقياس سنتيم بحال هكا. الا ما عرفتوش هانتوما غتحسبوا 1 2 3 4، يعني 4 الضربات في الثوب عاد باش غادي تثبتوا الخيط ديالكم. هانتوما كنشد تندير واحد بناء ديال واحد الخيط ما نكرفوش وما نرخيش بهذا الشكل هذا. غادي نخشي الابره تحت منه وغادي نكون واحد الضربه وغنجرها لهاد الطرف هذا باش كنكون عوينه فين كنرجع فاش نكون راجع بالخدمه ديالي. غنمشي نخدم العوينه الثانيه. هانتوما غنشد ديك الضربه الاولى اللي خدمنا، هانتوما كنجر وكندير قد الخيط الاول قد الخيط الثاني. هانتوما صافي غادي نمشي لديك العوينه اللي قلت لكم كونت، غادي نهز فيها ضربه. كنحاول ان الخيوط دائما يكونوا قد بعضياتهم. غنهز هاد الخيط الاخير غندير فيه ضربه وغنجره للطرف. صافي وغنمشي للعوينه الاخيره. هانتوما فاش كنبغي ندير الخيط راه كنشد الخدمه ديالي وعاد باش كندير الخيط باش كيجيوني قياس واحد. ها هما دابا ولاو عندي 4 ديال الخيوط. غنلوح الخيط الفوق، غنشد هاد الخيوط من الطرف وغادي نجمعهم بضربه في الوسط. نحاول ان الضربه نزيرها مزيان. صافي وغنمشي لهاد العوينه ونثبت فيها هاد الخيط هذا. صافي هانتوما غنمشي مباشره للثوب، يعني غادي نمشي نفس القياس اللي طلعت اللي نقصت منه لتحت هو اللي غادي نديرو الفوق. صافي وغادي نشد في الثوب. صافي غادي نخدم العوينه الاولى العوينه الثانيه صافي وتاني غادي نبقى غاديه بنفس القياس اللي خدمت هما 6 ديال الاسطر. بالنسبه لي انا خدمت 6 ديال الاسطر، بغيتو نتوما
تكبروا المسافه بين الفراشه والفراشه. بغيتوا ديروا هذا القياس هذا، نتوما عندكم يعني حريه ديال الاختيار. بغيتوا ديروا حتى اقل من هاد القياس اللي درت انايا، فانتوما غادي تشوفوا نتوما الشكل اللي بغيتوا ديروا. صافي، والخدمه ديالنا راه بحال هكا كتبقى غاديه مسرحه. انا زربت لكم فيديو باش ما يجيكمش شويه طويل. المهم كنبقى نخدم، حتى كنخدم تاني 6 ديال الاسطر، وغادي نوريكم تاني منين غادي نحسبوا 6 ديال الاسطر باش كيجينا القياس ديالنا ولا المسافه ديالنا كتجينا قد يعني بين الفراشه والفراشه قد قد. المهم انتما غنحسب من هاد السطر 1 2 3 4 5 6. صافي، انا خدمت دابا 6 ديال العوينات. هانتوما لاحظوا دابا اش تاني غادي ندير. هانتوما 1 2 3 4 5 6. غادي نبعد تاني بواحد السنتيم اولا 4 ضربات في الثوب. كندير بناء ديال الخيط، كنجي لهاد الخيط هذا وكندير فيه غرزه وكنجرها للطرف. كنمشي للعوينه الاولى، كنشد دائما هذاك الضربه باش كندير بناء الخيط الثاني باش كيجيوني قياس واحد. كنرجع تاني في هاد العوينه اللي كونا وكندير بناء الخيط الثالث. كنمشي لهاد الخيط وكنهزو تاني بعوينه وكنجيبها للطرف بهاد الشكل. غنمشي للعوينه الثانيه غندير فيها بناء الخيط الرابع بهاد الشكل. هانتوما راه كيجيو قد قد. المهم غنجي نجيب واحد الضربه وغنجمعهم من الوسط، وكنزير الضربه اللي تتكون في الوسط باش كتجمع ليا ديك الفراشه. صافي، كنمشي تنثبت داك الخيط هنايا. صافي، وغنمشي مباشره للثوب مقابل مع الخدمه وغادي نشد نجمع الخدمه ديالي. غادي نخدم هاد العوينه الاولى والعوينه الثانيه. صافي، وغادي نجي وغادي نخشي الخيط هنايا، غادي نثبتو لان ما بقاش غيخدم ليا. المهم انا غادي نبقى غاديه بهذه الطريقه هذه. غادي ندير مسافه ديال 6 ديال الاسطر بين كل فراشه وفراشه، وغادي نحسبوها ابتداء من السطر الاول. صافي، ونحسبوا 6 ديال الاسطر. المهم انا غادي نخدم واحد المسافه وغنرجع عندكم باش نوريكم كيفاش غنزوقوا. صافي، هذا هو الشكل النهائي وكتجي. المهم كنتوما كتبقاو هابطين بالملاقيه ديالكم على الطول ديال الجلابه. المهم غادي الزواق غادي نحتاج ليه خيط مبروم على جوج ديال الشعرات، من الاحسن انكم تاخذوا خيط قصير. المهم هادو هما اللوان انا اللي غادي ندخل في نص الثوق، انا كلهم غادي نزوق بهم هاد الملاقيه اللي لتحت. صافي، كما قلت لكم الخيط راه تيكون على جوج ديال الشعرات. غادي نقلب الثوب وغادي نجي لجهه الخدمه وغادي نثبت الخيط ديالي، كنهزو من هاد العوينه. صافي، كنقلب الثوب كنحسب 1 2 3. صافي، وكنخرج البرا من هنايا. هانتوما كنحسب بشكل مائل 1 2 يعني جوج عوينات. صافي، وغادي نمشي للعوينه اللي حداها غادي نخرج منها البرا وغنطلع تاني بشكل مائل. هانتوما يعني جوج ديال الضربات تيجيوني. كنمشي للضربه الثالثه اللي حداها حتى هي كنحسب جوج ديال العوينات. صافي، وكنخرج الخيط ديالي. صافي، انا غادي نقلب هاد الخدمه هادي وغادي نثبت هاد الضربات هادو وغادي نعقد الخيط لتحت، لان ما يمكنش ليا نبقى ندوز الخيط من جهه لجهه غيجيني عيب وغادي يقدر يكمش ليا حتى الخدمه. علاش قلت لكم ديروا خيط قصير. صافي، غادي ناخذ اللون الاخر. هانتوما شتو كي تيجي الزواق ديالها. غادي ناخذ خيط اخر حتى هو غادي نثبتو بنفس الطريقه. هانتوما كنحسب 1 2 ها 3. صافي، وكنخرج البرا من ديك العوينه الثالثه. نعيب شويه. صافي، غادي نحسب بشكل مائل ثاني جوج ديال العوينات وغنمشي للعوينه اللي حداها وغادي نبقى غادي بهذه الطريقه حتى كندير 3 ديال الاسطر هما القياس اللي زوقت. صافي، الزواق راه تيجي بحال هذا الشكل هذا. المهم انا غادي نخدم ونرجع معكم. المهم هذا هو الطريز ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم. بالنسبه للزواق راه تنبقاو غادي ليه بالتناوب يعني الوينات اللي دخلنا في السوق ديالنا،
كنبقاو غاديين بيه بحال هاد الشكل هذا. اي حاجه كنحافظوا على المسافه اللي بين الفراشه والفراشه باش كيجينا الشكل ديالها متناسق. ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، خليتكم في امان الله. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو وتشاركوه مع جميع الاصدقاء باش تعمل فائده.